اوعي تشتكي من الصيام عشان ربنا ياخده منك. اوعي لو مش عاجبك الصيام ما تبطليش عن النعمه، واسالوا اللي رمضان داخل عليهم ومش قادر يصوموا لاسباب طبيه رمضان عليهم بيبقى شكله ايه، اللي مش قادرين يصوموا فاياكي والشك من الصيام. ويعالج ده يمكن يكون اخر صيام لك، يمكن يكون اخر شهر لنا، نشوف اخر رمضان مش هنموت ولا حاجه، مش لازم نموت، ده ممكن فيروس قد كده اهو خليك ما تصوميش طول عمرك بعد كده، فما تتبطروش على النعمه. قالت لي بس انا فعلا ببقى تعبانه يا دكتوره شيرين، ببقى تعبانه التعب، وخصوصا الكلام ده للاطفال، بقول للاطفال التعب اللي في رمضان، اللي في رمضان بيبقى من ايه؟ مش من قله الاكل والميه، بيبقى من قله النوم عشان ما بننامش كفايه. طول الليل سهرانين عشان بس سهرانين ليه؟ عشان بقى نتسحر بقى وكده ونصلي الفجر. طب لغايه ما نتسحر ونصلي الفجر قاعدين فاتحين التلفزيون. ما ينفعش، وعندك شغل الصبح وعندك جامعه ولا عندك حاجه الصبح لازم تصحي تودي الولاد فين تعملي ايه مش عارفه ايه، ما ينفعش بشكل كده عامله ازاي؟ لازم اصحى عشان اطبخ ولا اروح اشتري حاجات ولا كده، نصحي ازاي؟ متعقمينه ومتعفرطه وفي اطفال كتير بيكرهوا رمضان عشان ماما فيه بتبقى ايه؟ عصبيه، وبابا عصبي طبعا عشان ببطل السجاير ولا ببطل الشيشه فعصبي، فكل عصبيه وماما مشغوله طول النهار قاعده في المطبخ وبابا طول النهار نايم. ما ينفعش. ما ينفعش لو قبل كده قلت لكم ان غلط من الصيام زي ما خدناه زمان تقويه الاراده وبعث الهمم. وهو ده قلت لك اتكلموا، ارجوكم اتكلموا مع اولادكم، لا قلت لك اصل الصيام بيهد وبيتعب وكده وبيجيب صداع، ولا الصيام ما بيجيبش حاجه حبيبتي. بالعكس الصيام بينشط جدا. انت لما تبقى بطنك فاضيه بتبقي انشط من بقى بطنك مليانه. يعني حبه الدم اللي عندك قد كده دول من الانيميا دول اللي ماشيه شغاله بيهم جسمك، شغاله اجهزه جسمك كلها شغاله بيهم، ها شوف شكلك بيبقى عامل ايه لما بعد ما تاكل، لان خلاص الدم اللي في جسمك كله اللي في مخك نزل وراح فين؟ راح على بطنك، فمش قادر مش شايفه خالص مش قادره خالص عشان الانيميا اللي عندك. فبالعكس ده بينشطنا وبيقوي عزيمتنا، وبدليل زي ما قلت لكم ان كل الانتصارات اللي حصلت في حياه التاريخ للمسلمين حصلت في شهر رمضان، حصلت المسلمين صايمين. والغرب فهم كده او احنا نعرفه فهم كده وقال كل الانتصارات حصلت في شهر رمضان، المسلمين بينتصروا في شهر رمضان ليه؟ ايه فرق رمضان عن بقيه السنه؟ قالوا الصيام، قالوا بس نضيع رمضان. نكرههم في الصيام. نعمل لهم غسيل مخ للصيام ده بايه؟ خشوا في اي حته اصل الصيام بقى في شنطه، طيب ما جاش لي اصل الصيام ما خلصتش الورقه ليه؟ اصل الصيام بقى في شنطه، طيب بقى بتاع مش مركز الحر عارف ايه وبتاع والدولار غالي ايه؟ اي في كلام. واحنا بقينا ايه؟ بغبغانين مش كده وبس، مش احنا مش غاسلين مخ لينا احنا، لا ده في رمضان بقى ايه؟ تعالى نسلوا صيامكم، ها؟ التلفزيونات بقى التركيز بتاع التلفزيون والمسلسلات والحاجه اللي تشدك بعيد عن ايه؟ عن مفهوم الصيام. انت هتصومي خلاص مش كده؟ وانا سامع المره فاتت قلت لكم رمضان خيره في ليله، الخير كله بالليل. الخير كله بعد المغرب. انت بتصومي عشان تعدي نفسك لبالليل اللي هتعمليه بالليل، الاستغفار والدعاء والذكر. الخير كله بالليل.